السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا أهل السنة. أولى حلقات برنامج كشف القناع عن معمم الرافضة، واليوم مع كشف حقيقة المعمم المهاجر. واستدلالنا في هذا من تسجيلات المهاجر، ما بنأتي بشيء من عندنا، بنسمع ومن ثم نعلق. فتعالوا مع بعض إن شاء الله نسمع من هو المهاجر، وما حقيقة المهاجر، وما هي كفريات المهاجر. من الأقوال الشركية الكفرية يا أبو مصطفى اللي قالها المهاجر: من الذي قام بالاحتفال بزواج الزهراء؟ المهاجر خرج علينا وقال: الله احتفل في العرش بزواج السيدة فاطمة. نزه الله عما يقول هذا الأفاك، أعوذ بالله من هذا الكفر. فتجد مثلا في قضية الزهراء هذا الزواج المتواضع البسيط، هذا في الأرض، هذا الشيء المرئي الظاهر أمامنا. أما الشيء المخفي الغائب أن الله عز وجل يحتفل بزواج الزهراء في العرش وفي الملأ الأعلى قبل أن يحتفل رسول الله بزواجها في الأرض. غائب أن الله عز وجل يحتفل بزواج الزهراء في العرش. أما الشيء المخفي الغائب أن الله عز وجل يحرش وفي الملأ الأعلى قبل أن يحتفل رسول الله بزواجها في الأرض. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. سود الله وجه المهاجر في الدنيا والآخرة. سامعين يا شيعة؟ فين عقل الشيعي؟ ما هو مش معقول، يعني ما في عقل البتة إن لم يتب. ما في عقل البتة بيقول لك المهاجر، بيقول إن أول من احتفل بزواج الزهراء هو الله سبحانه وتعالى. طبعا يا إخوة، ننتظر أكثر من ذلك من معمم الرافضة الإمامية الاثني عشرية. خليكم معنا ده، وإن كان كفريات المهاجر ما انتهتش. هذه مرة أنا في الكويت كنت أتحدث في المجلس وأقول: إذا وقعتم في مشكلة نادي يا أبا صالح. لا إله إلا الله. يا أهل السنة، حينما تقعون في مشكلة تنادون من؟ حينما تقعون في ضراء، حينما يقع عليكم بلاء أو مصيبة، بتدعو مين؟ تدعو من؟ حينما ينزل بكم الضراء أو البلاء، نسأل الله أن يرفع البلاء عنا جميعا. اسمع المهاجر بيقول لهم ادعوا من؟ كنت أتحدث في المجلس وأقول: إذا وقعتم في مشكلة نادي يا أبا صالح. الله أكبر. نادي يا أبا صالح، مهديهم. إما تقع في مشكلة لا تنادي الله. إما تقع في مشكلة، مع إن زي ما إحنا بينا من قبل يا إخوة في سورة يونس إن مشركوا قريش ما كانوش كده. سورة يونس: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم. دعوا من؟ دعوا الله مخلصين. دعوا من؟ دعوا الله مخلصين. ده مين؟ مشركوا المشركين. دعوا الله مخلصين فلما لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق، رجعوا للكفر بتاعهم تاني. لكن الشيعة في الضراء بينادوا صالح المختفي. إذا وقعتم في مشكلة نادي يا أبا صالح. طبعا الآن هيكذب. الله أكبر. الآن هيبدأ يضع كذبة بقى، قصة مكذوبة. ها؟ قالوا شيخنا إحنا أحيانا نضيع بالصحراء. إحنا عندنا بدو رحل. نضيع بالصحراء نصيح يا أبا صالح نشوف واحد يجي ينقذنا ويخلصنا. شايف الكذب؟ بيقولوا احنا ثلاثة راحوا قالوا له بعد المحاضرة احنا ساعات بنضيع في الصحراء اكنهم عقارب ماشية او حيات او ثلاث ضباط ماشيين مع بعض. فأول ما نضيع في الصحراء ننادي يا أبا صالح يا أبا صالح، نلقى واحد يقوم جاي، نلقى واحد يقوم جاي مطلعنا على طول. عندنا بدو رحل نضيع بالصحراء نصيح يا أبا صالح نشوف واحد يجي ينقذنا ويخلصنا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ايه رأيكم يا شيعة؟ أول حاجة المهاجر قال
ان اول من احتفل بزواج الزهراء هو الله عياذا بالله. رقم اثنين قال دلوقتي لو ضعت في اي مكان نادي يا ابا صالح وهو هيعيدك.